السلام عليكم أعزائنا الكرام، أعزائي مشاهدين ومتابعين أبو كبير ميديا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. ازيك يا طنط سميرة؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيبة. طيب. ليكي كام سنة بقى شغالة في هنا؟ ليا بتاع 5 سنين. 5 سنين شغالة هنا. تمام. ما تبكيش بقى ولا اي حاجه من دي؟ لا الشغل حلو مش وحش. الشغل حلو. طب مسكي فيه على كده بتعملي ايه؟ فهمينا. كنت بتقول اللي هنا بتشوي فراخ صح؟ بشوي فراخ. كلمينا عن الفراخ ادخلي كده كلمينا بقى عن الفراخ والتتبيله بتاعتك بقى الحلوه دي. تتبيله بهارات وشطه وملح وبصل وفلفل اسود. انت اللي بتتبليها؟ انا وعم محمد. انت وعم محمد. لما ليكي كام سنه بقى في المهنه دي؟ لا انا قعدت معاه يعتبر زي اخ ليا، قعدت معاه بتاع ليا 5 سنين بس هو من زمان زمان مع ابوه. من زمان مع ابوه. ربنا يكرمك يا حاج. تعالي بقى نشوف الحواوشي وتتبيلة الحواوشي والحاجات دي برضه نفس النظام. لا عايز نشوف عندك هنا ملح، بهارات، فلفل اسود، شطه، ملح وبهارات وفلفل اسود وشطه وبصل. ليكي كام سنه بقى واقفه هنا؟ 5 سنين. 5 سنين. قولي لنا بقى المصدر الرزق بتاعك الجميل ده. لا انا باخد اللي في الدول اللي في النصيب باخده وانا ماشيه وبروح لعيالي. الحمد لله. بعد ان احمد ونشكر ربنا. ربيت عيالك بالمهنه دي؟ لا انا ما ربيت عيالي على الشقا والتعب، كنت بشتغل مع والدتي واخواتي. بتشتغل ايه؟ معاهم يعني في الشباشب وشرطان وحاجات زي. تمام. بتبيع بقى بتحبش بقى بيه هنا؟ بنحبش يعني الحواوشي دي حواوشه والبصي والكفته والملح والفلفل الاسود والبهارات والشطه والبصل. تمام. بس كل ده هنا بتعمليه في ايديك؟ تمام. والكفته ويتبل ويتحشو ويستوي. قصه حياتك بقى، احكي لنا قصه حياتك بقى الجميله. لا ده قصه حياتي طويله قوي. احكي لنا جزء منها صغير. قولي بقى. ما فيش حاجه، ربيت عيالي وشقيت عليهم والحمد لله ربنا عوض الصبر خير بعيالي. وجوزت 3 وواحده مكتوب كتاب وواحده يتجوز والحمد لله. الحمد لله. جهزتيهم احسن جهاز؟ الحمد لله. الحمد لله. بعد ان احمد كل ما الواحد يقول الحمد لله بالدنيا كلها. الحمد لله. انا شايفك سعيده ومبسوطه كده. الحمد لله. نعمل ايه؟ الدنيا هناخد منها ايه يا بنتي؟ الحمد لله. بعد ان قولي لنا بقى، كلمينا بقى عن الحاجات بقى السريه بتاعتك في التتبيله. انا بسمع الناس بتقول حواوش ام محمد والفراخ المشويه بتاعتك مش زيها. لا مفيش حاجه، هو ملح وبهارات وشطه وفلفل اسود والبصل بس. بس بس ما بتعمليش حاجات كتيره؟ لا لا. طب نيجي عند بقى الشوي تاني. قولي لنا الشوي بقى وتفاصيله. بس انت تتبليه يقوم وتنزلي كده على الشوي زي ما انت شايفه. طب اشوي لنا بقى كده. ما كده بقى اشوي. اشوي. لا تعالى انت اشوي معاه. ازيك يا حاج؟ ازيك يا حاج؟ ليك كام سنه بقى يا حاج وست ام محمد معاك كده؟ 5 سنين. وانت 30 سنة. تمام. على كده بتشوي ايه هنا؟ بتشوي فراخ وكفتة. كفتة حواوش. ايوه ابويا حاج. تمام. وفي ناس بتيجي عادة جايبة فراخ بنشويها لها وناخد فلوس حاجة للشوي التركيب الحاج. تمام. هو هو. هو انت بقى. هو انا ده من عايزين نكلمك وانت بتهوي. طيب. عشان تستوي بقى وتاخد الوان حلوه كده وجميله تفضل تهوي كده اهوتي بعد التتبيله وتهوي تهوي تهوي كده اهوتي لحد ما وتخرميها بالسكينه وبعد كده تستوي تبقى زي الفل. تمام. انفصلت بقى ليكي كام سنه يا ماما؟ 25 سنه. 25 سنه. كده والده متوفى. متوفى. تمام. وانت بقى اللي بتقفي وبتشقي لوحدك كده. تمام. عيالك على كده كلهم الحمد لله تزوجوا ايوه ما فيش الا بنت هتخش بعد العيد لسه باجي حاجتها ناقصه شويه كده شويه لسه باجي حاجتها ناقصه بجيب لي يعني ربنا يرزقني من الناس اللي فيها الخير اللي عايز يجيب يجيب واللي قدرني على ربنا يجيبه ربنا يرزقك وولد الثاني خاطب الاخر واحد ربنا يوفقك قولي لنا بقى بتيجي هنا الصبح من امتى؟ من الساعه 8:30 الصبح من الساعة 8:30 الصبح بتقف على كده انت لوحديك؟ لا اوضب حاجتي املى ميتي لا يعني جاهز الحاجة وهو يعني هو بيجيب الطلبات بتاعته يحشيها.
قولنا بقى الناس بتحب انهي اكتر حاجه، الفراخ المشويه ولا الحواوشي؟ لا كل حاجه عندنا هنا حلوه، كل حاجه حلوه. والله يا حاجه حضرتك اللي حلو. والنبي تسلم يا حبيبتي، يعني انا شايفاك سعيده ومبسوطه. سعيده بيك والله يا بنت. وانا والله اكتر. الفراخ المشويه عشان تنجح معانا في الشوي، ويعني الشوايه ما تحرقهاش. في ناس مثلا ممكن تقول الفراخ المشويه دي احيانا بتحرق من الناس. نعمل ايه؟ كويس بتقلبيها على طول، طول ما انت واقفه تشوي تهوي وتقلبيها، وبعد كده تخرميها. اول ما تشد في الشوي شويه تخرميها بالسكين عشان قلبها يستوي كده. بقى دي احسن طريقه ليها. تمام. على كده يا حاجه ما قلتيش خلاص تعبت تريح في البيت؟ اما اجوز العيال ان شاء الله بقى، طول ما الواحد فيه صحه خلاص. سنك كام سنه كده؟ عندي 56 سنه. 57؟ والله ما باين عليك، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. الحمد لله. ربنا يعطيك بالبراخ يا عم. الحمد لله. نعم. الناس بقى لما بتيجي هنا تاخد الفراخ بتقول لك ايه؟ لما بتشوف كده الست الجديده عادي؟ لا ده هم عارفين، يقول يا هات الحاجه يا ام طارق. يا طنط ام طارق. بيقولوا لك اكتر حاجه ام طارق. ما هي عشان ولد الصغير اسمه طارق والناس كلها بتقول ام طارق. تمام. الناس بقى يعني الناس بتسال، الناس بتسالك فين؟ ما فيش والله يا بابا. الناس بتسالك يا حاجه، يعني ربنا يسعدك ويوفقك وبتدعي لك في التعليقات وفي الكومنتات. ربنا يستر. وفرحانه بيك. تعيش يا حبيبتي. شكرا ليك. احنا بكبير ميديا بجد كنا سعداء ان لقينا نموذج كده حلو. ان شاء الله يبارك لك يا بنت. معدن الحمد لله. كملي بقى انت تهويه وانا هاني اللايف. ماشي. سلام. سلام. اعزائي الكرام، اعزائي مشاهدين ومتابعين ابو كبير ميديا في كل مكان، كنا معاكم النهارده. وطبعا الست ام طارق او ام محمد يعني هنا هي اشهر حد بقى بيشوي فراخ وبيعمل حواوشي. كل ده هنا هي بايديها وهي اللي بتعمله، وهي اللي يعني بتشقى فيه وبتتعب. ربت عيالها الخمسه وجوزتهم، ربنا يبارك فيهم وربنا يسعدهم. شكرا لكم اعزائي الكرام، وشكرا لحسن متابعتكم. نلقاكم ان شاء الله في فيديوهات ثانيه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانت طيب. السلام عليكم. سلام. اسمي يارا. ربنا يسعدك يا طنط. حابه كده تقولي حاجه بمناسبه رمضان؟ نعم، كل سنه وانتم طيبين، ويجعلها سنه رزق على الناس كلها وعلى المسلمين كلهم يا رب. اللهم كل سنه وانتم طيبين، ويجعلها رزق على الناس كلها يا رب، حق جينا مسلمين ومسيحيين يا رب. اللهم كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.